البيان اللي صدر من مجلس اداره نادي الزمالك والتلاحم اللي حصل، خلي بالك انا ما كنتش بس موجود معاهم في تونس، انا جيت كملت معاهم في النادي. حصل. انا بعد عودتنا من تونس بساعتين ثلاثه قسما بالله اني مهموم على النادي. انت في النادي فقط، كلنا تحولت النادي الزمالك من الصبح وكنت موجود. حصل. ومشيت لما اطمنت بالليل شويه بدرجه كبيره، وموجود خالد لطيف قاعد معايا 4 ساعات. نعم. كنا قاعدين بنحط سيناريوهات وبنتكلم. انا لقيت بجد مجموعه رجاله بما فيهم بسنت جوهر جت قبل عدد كبير من الاعضاء. بسنت اللي هي اصغر الاعضاء سنا كانت موجوده وكانت حريصه انها تكون مشاركه في المشهد وتساعد الناس في انها تنقل الزمالك او تمشي سفينه الزمالك وتزق الزقه دي لحد ما تعدي الدنيا على خير. اعتقد المبادره دي والاخلاقيات دي والدعم والمسانده من عظمه جماهير الزمالك، يعني مش اعظم بقى، انا يعني عايز اقول لك انه يعني هي اوفى جماهير في الكون. اكيد والله العظيم. أكيد. ما بجاملهم. اكيد والله اوفى، لان احنا منهم كمان. نعم. انا حاسس بيهم. اوفى جماهير في الكون، زي ما اتكلمت برضو زي ما قال مجلس السوشيال ميديا نادي الزمالك، لا ده هم سيف ودرع فعلا. نعم. انا دايما بقول عليهم خط الدفاع الاول. نعم. مش الثاني. نعم. مع كامل الاحترام لكل الناس الموجوده في النادي. نعم. خط الدفاع الاول هو السوشيال ميديا وجماهير نادي الزمالك، وتوحدهم بصراحه يعني توحدهم بشكل اكتر من رائع. حتى لما حاول البعض يلعب في دماغ بعض الناس لبعض الوقت فشل. نعم. الدنيا رجعت تاني بعد. نعم. دقايق بالزبط. معدوده، كل الناس ملتفه ومصطفه حول نادي الزمالك. لذلك انا مش خايف، والدنيا ان شاء الله تبقى كويسه جدا.